مشاهدي ومتابعي اهل مصر في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم في متابعه جديده من محافظه البحيره وبالتحديد من مدينه دمنهور، حيث نتابع معكم مباراه فرنسا والارجنتين في نهائي كاس. طبعا يعني هنتابع طبعا معاك. السلام عليكم. انت النهارده قول لي توقعاتك ايه للماتش النهارده؟ 2-1 لفرنسا. 2-1 لفرنسا؟ مع اني اتمنى ان الارجنتين تاخدها عشان تبقى نهائي ميسي بس. 2-1 لفرنسا. طب انت شايف اداء المنتخب الفرنسي ايه النهارده؟ هيكون ازاي؟ هو هيكون افضل في الاستحواذ على المنتخب الارجنتيني. تمام، قول لي بقى النهارده توقعاتك ايه للمباراه النهارده؟ الارجنتين كام؟ 2-1. مين اللي يجيب الاجوان؟ طب ايه رايك في اداء المنتخب الارجنتيني؟ ميسي ليه اداء مفضل، افضل واحد فيه. ميسي يعني افضل واحد، يعني ممكن ياخد النهارده احسن لاعب في المباراه؟ ان شاء الله باذن الله. برضو معانا الشباب برضو هنا، قول لي كده ايه توقعاتك الماتش النهارده؟ 2-1 للارجنتين. طيب شفت اداء فرنسا كان عامل ازاي الماتش اللي فات مع لا كان ماتش عادي، كان المغرب مقدمها معاهم. يعني النهارده نقدر نقول الارجنتين هتتغلب على فرنسا 2-1. برضه معانا، قول لي بقى رايك ايه في الماتش النهارده هيكون ايه؟ الماتش ان شاء الله فرنسا هتكون 3-1 على الارجنتين، ومبابي هيجيب جونين وجريزمان هيجيب جون. امبابي هيجيب جونين. طب يعني الارجنتين ايه رايك في دورها في الماتشات اللي فاتت؟ والله الارجنتين بتعتمد على ميسي، فالمفروض يعني فرنسا بتلعب ميسي مش فرنسا بتلعب الارجنتين، فدي وجهه نظري. يعني نقول ان ميسي بفريق كامل بيلعب؟ فريق كامل طبعا. طبعا. يعني النهارده الارجنتين هتتغلب على فرنسا؟ هي فرنسا طبعا يعني ليها هيبه طبعا. فان شاء الله تفوز لفرنسا. تمام باشا، قول لنا كده النهارده تكون توقعاتك ايه للمباراه؟ ان شاء الله 3-1 لفرنسا، وفرق 2 غالبا يعني لفرنسا. فرق 2 لفرنسا. يعني كده في يعني هنا الجماهير هنا نص ونص، يعني نص بيأيد فرنسا ونص طيب كل التوفيق ان شاء الله للفريقين ان شاء الله. برضو معانا الشباب، برضو هنتكلم عن توقعاتك ايه للمباراه النهارده؟ فرنسا ان شاء الله 2-1 لفرنسا. 2-1 لفرنسا ان شاء الله. يعني نقدر نقول الفريق الفرنسي النهارده قادر ان هو يتغلب على الارجنتين ان شاء الله من اداء بنتيجه كبيره؟ ان شاء الله بنتيجه كبيره ان شاء الله. فرق 3. مين اللي يجيب الاجوان طيب؟ امبابي وجيرو ان شاء الله. امبابي وجيرو. برضه معانا الشباب، برضه ان شاء الله الارجنتين بس فرنسا هتكسب. الارجنتين فرنسا هتكسب بس انا بشجع الارجنتين. 2-1 لفرنسا. 2-1 لفرنسا. يعني انت شايف ان دي هتكون نتيجه كويسه للفرنسيين ان هم تتاهل تاخد كاس العالم؟ ان شاء الله. برضه قول لنا توقعاتك ايه النهارده؟ ان شاء الله الارجنتين تكسب. الارجنتين؟ ميسي. انت بتحب ميسي؟ طبعا. ميسي الكوره، هو ميسي الكوره، هو اللي صنع الكوره. يعني ياخد احسن لاعب في العالم النهارده؟ هو هيقفلها. هو لو خد كاس العالم هيقفل الكوره خلاص. يعني هو ياخد كاس العالم واعتزل بقى خلاص. ايوه خلاص كده. عايز ايه تاني؟ يعني ابطال اوروبا، ابطال مش كل حاجه عاملها بالكوره. هو ميسي. هو ميسي. ميسي. ان شاء الله. ان شاء الله. برضه قول لي توقعاتك ايه النهارده؟ هو انا بشجع الارجنتين بس فرنسا نازله بمستوى جامد قوي. فرنسا تكسب ان بيقولوا 2-1. وحابب اوجه برضه شكر لمنتخب المغرب انهم قدموا كاس عالم حلو. يعني طبعا المغرب شرفت الدول العربيه كلها ان هي قدرت توصل رابع عالم، طبعا دي حاجه تشرف مصر كلها وتشرف الدول العربيه كلها. طبعا مشاهدي ومتابعي اهل مصر في كل مكان، احنا شايفين يعني اغلب الجماهير بتايد
المنتخب الفرنسي، وبرضو الشباب تانية بتأيد المنتخب الأرجنتيني. برضو ما زلنا متابعين معكم برضو. السلام عليكم. ايه رأيك بقى النهاردة مين هيفوز المباراة؟ ان شاء الله ضربات جزاء. ضربات جزاء بس مين؟ ان شاء الله في الاثنين وضربات جزاء. ايه خلاك تقول كده؟ طيب يعني احساس كده الفريقين جامدين، منتخب فرنسا جامد والارجنتين جامد، يعني هيكون في شوط اضافي وهيكون في ضربات جزاء. طب مين في الاخر هيتغلب؟ ارجح الارجنتين. الارجنتين يعني. طب فرنسا برضو قوية. فرنسا قوية بس برضو الارجنتين خبرات لعيبة ولعيبة كبار طبعا ميسي، فان شاء الله. بس ممكن النهارده ميسي يتمسك من نار النهارده، يعني هي هيبقى في لعيبه مسؤوله عنه بس اكيد يعني لو الرقابه الواحد واحد ميسي بيعرف يتعامل مع الرقابه. تمام ان شاء الله المكسب ان شاء الله باذن الله. ايه توقعاتك ايه النهارده؟ والله اتمنى يكون ختامها مسك والارجنتين تكسب، بس انا على ما اعتقد يعني فرنسا هتكسب 2-1. فرنسا تكسب. فريق فرنسا يعني كان لعب مع المغرب شوط جامد قوي يعني، وفريق يعني متناسق. اتمنى الارجنتين تكسب لكن كقوه لفرنسا ان شاء الله باذن الله. برضو توقعاتنا ايه النهارده ان شاء الله؟ برضو نفس الكلام يعني، هو التفوق بالنسبه للهجوم والصراعات هيبقى لفرنسا اكتر، ممكن هيبقى 2-0 لفرنسا. 2-0 لفرنسا. طيب هيكون في شوط ضربات جزاء ولا هيكون؟ لا ما تقاليش ان هي هتوصل لضربات جزاء والماتش يعني ممكن فرنسا يعني تختم المباراه من 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 شوطين دول. اكيد يعني هو بالنسبه لقوه فرنسا يعني معاها برضو هجوم كتير جدا فجاه سرعات كمان يعني متفوقه في السرعات على الاطراف كمان، فهتفرق يعني هتفرق في الماتش ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. والله قول لي برضو توقعاتك النهارده. الارجنتين هي اللي تكسب. يعني ممكن كله يعني انا اغلب التوقعات بتقول ان الارجنتين هتغلب يعني كل احنا شفنا اداء منتخب فرنسا قدام المغرب، كان المغرب كان ضغط فرنسا طول الشوط الثاني ما طلعوش الا كوره واحده جابوا منها الجول الثاني، برضه الشوط الاول جابوا جول ورجعوا كلهم ورا دافعهم. المغرب قدم تقديم جامد على فرنسا، بس ميسي المفروض يعني ايه، انا نفسي الارجنتين عشان ميسي بس عشان يعني يختم حياته يعني بكاس العالم. الكوره الصراحه ميسي ربنا يوفقه ان شاء الله، ربنا يوفقه ان شاء الله. مشاهدي ومتابعي اهل مصر في كل مكان، طبعا يعني تابعنا معكم اراء جماهير محافظه البحيره لمباراه فرنسا والارجنتين في نهائي كاس العالم المقامه بقطر بالدوحه. طبعا يعني لو قلنا مشوار الفريقين في البطوله، مشوار منتخب فرنسا، تصدر منتخب فرنسا المجموعه الرابعه في الدور الاول، ثم تغلب على بولندا بنتيجه 3-1 في الدور السادس عشر، وفي الدور الثمانيه كان على موعد مع معركه كرويه جديده امام انجلترا، انتهت بفوزه بنتيجه 2-1، وفي نفس الاربعه تغلب على منتخب المغرب. طبعا مشوار الارجنتين، منتخب الارجنتين حل في المجموعه الاولى في المجموعه الثانيه في الدور الاول برصيد 6 نقاط، ثم تغلب على استراليا بنتيجه 2-1 في الدور السادس عشر، وفي الدور الثمانيه فاز برجحات الترجيح على هولندا 3-4-3 بعد التعادل في وقت المباراه الاصلي. وبالاضافه انه اكتسح منتخب الارجنتين بنتيجه 3-40 معاكم لحظه بلحظه مباراه فرنسا والارجنتين في نهائي كاس العالم. شكرا والى اللقاء.